أهلا بكم مجددا. تم مؤخرا الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من مشروع لاغوس بلو لاين للسكك الحديدية في نيجيريا الذي قامت بتنفيذه شركة صينية، وأصبح أول خط لسكة الحديد الكهربائية في غرب إفريقيا، ما يمثل إنجازا جديدا في البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق. هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن هناك 5 دول أخرى وقعت وثائق تعاون مع الصين بشأن البناء المشترك للحزام والطريق هذا العام. وفي الأشهر 11 الأولى من هذا العام زاد حجم التجارة بين الصين وشركائها في مبادرة الحزام والطريق بنسبة 20.4%، وزاد عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 10% على أساس سنوي، كما زاد عدد الحاويات التي تنقلها القطارات بنسبة 11% على أساس سنوي. وشهد هذا العام أيضا تنفيذ العديد من المشاريع البارزة، حيث تم وضع أول خط سكك حديد عالية سرعة في الأسيان قيد التشغيل التجريبي، وتم رسميا افتتاح أول طريق سريع في كمبوديا، وأيضا تشغيل جسر بيليساك في كرواتيا، ومحطة كاروت للطاقة الكهرومائية في باكستان. ويعزز البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق التنمية في جميع البلدان، وعبرت شعوب الدول الواقعة على طول الحزام والطريق عن الترحيب بهذه المبادرة.